أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خطيب يصعد على المنبر قبل الزوال بثلث ساعة، وأحيانا ينتهي من الخطبة ويدخل في الصلاة قبل دخول الوقت بدقيقتين، فهل تصح الصلاة خلفه وما حكم فعله؟ سمعتم الإجابة أن الخطبة تبدأ من دخول الوقت، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والإنسان ما يدخل في الخلافات والأشياء هذه ويخاطر بصلاته، صلاته على خطر إذا بدأها قبل دخول الوقت، على خطر. ما نقول أنها باطلة، لأن فيه من يقول أنه لا بأس بذلك وأن يوم الجمعة خاص قبل الزوال لا بأس، لكن نحن ما ننظر للأقوال، ننظر إلى الاحتياط وللدين وإلى الأدلة الراجحة في هذا، والراجح في هذا أن خطبة الجمعة تبدأ من الزوال، صلاة الجمعة بعدها. نعم، فلا يدخل الإنسان في المتاهات والخلافات يشوش على الناس. نعم.